السلام عليكم إخواني الكرام، اليوم سأقدم لكم النسخة الجديدة من جهاز فحص المكونات الإلكترونية من نوع LCR-TC2. وفي هذه النسخة الجديدة قد تم تطوير الفيرموير إلى النسخة V2.3E، حيث أصبح الجهاز الجديد أسرع في فحص المكونات وبدقة أكبر أيضا، ومع إمكانية فحص عدد كبير من المكونات الإلكترونية. ومنها عندنا مثلا نوع الترانزستور من نوع BGT، يعني ترانزستور جونكسيون. عندنا أيضا الديود، عندنا دوبل ديود، وأيضا ديود زينر. عندنا أيضا ترانزستور من نوع MOSFET في الجيفات EGBT، ونوع أيضا تريستور، وأيضا نوع ترياك، وأنواع الكاباسيتور من 25 بيكو فاراد إلى 100 ميكرو فاراد. عندنا أيضا المقاومات الريزيستانس. عندنا أيضا السلف أو الأندكتور، ومع إمكانية أيضا فحص الباتري. هنا ما نلاحظ أنواع كثيرة من المكونات. سبق كان عندي جهاز من نوع تيكات، وبعد استعماله واستعمال النسخة هذه الجديدة يوجد فرق كبير بين الجهازين، ومنها عدد المكونات الذي يفحصها هذا الجهاز الجديد. حقا جهاز أكثر من رائع ومفيد جدا لفحص المكونات ولأيضا التعرف عليها. على سبيل المثال سنقوم بفحص بعض المكونات لرؤية كيف يعمل هذا الجهاز. على سبيل المثال سنقوم بفحص نوع من كوندنساتور مكثفة. المكثفة هذه قيمتها 3300 ميكرو فاراد ب 25 فولت. نقوم بتركيب المكثفة. ثم نضغط على زر ستارت وسنرى ماذا يعطينا الجهاز. يقول لنا الجهاز هذا بأن هذه المكتفة فيها 3257 ميكرو فاراد. يعطينا أيضا نوع الأسر. الأسر يقول 0.3. قيمة هذا الأسر مهمة جدا في المكثفات، ولهذا عندما يكون هذا الأسر نوعا ما مرتفع فيكون شك في المكثفة. في بعض الأحيان نستطيع فحص هذه المكونة وتبدو لنا بأن المكونة سالمة وهي في الحق فيها مشكل. لماذا؟ لأن هذا الأسر نوعا ما مرتفع، والأسر هذا هو مقاومة المكثفة. وللعلم يوجد جدول، من المصنع يعطيك أنواع الـ ESR لكل المكثفات،
ولهذا نقدر نستطيع أن نستعين بهذا الجدول لمعرفة الآثار الحقيقية عندما تكون المكتفة جديدة. وإذا لقينا نسبة متغيرة نوعا ما، نستطيع أن نعرف بأن المكتفة هذه بها مشكل. هذا فيما يخص المكتفات. سنقوم بفحص مكتفة من قيمة أخرى مثلا. هنا يقول لنا 1063 ميكرو فاراد، سعر 0.07. وهنا قيمة الاكتفاء هي 1000 ميكرو، يعني القياس قريب جدا. وهنا الحق أعجبني الفاحص عجبني في المكتفات، وفيما قمت بتجربته أعطاني نسب قريبة جدا من النسبة الحقيقية، أكثر من الملتيمتر الذي أستعمله في فحص الكوندنساتور، ولهذا أستعين به كثيرا في فحص المكتفات إلا الكوندنساتور. هنا مثلا سنعمل تجربة لقياس مقاومة، هي مقاومة ريزيستانس من نوع قيمة تاعها 1.8 أوم. يعني 1.8 أوم. سنقوم بوضعها على الجهاز على سبيل المثال، لنرى ماذا سيعطينا كقيمة لهذه المكونة. نقوم بإشغال التست. كما ترون 1.81. يعني القيمة جيدة. هنا مثلا عندنا مقاومة أخرى، الله أعلم 4.7. من هي 3.3 أوم. هنا أيضا مقاومة أخرى، هي حقيقة 4.7. لهذا الفحص دقيق جدا. أيضا عندنا نوع من الاندكتانس، البوبين هذا نجدها يسر في الالمونتاسيون. كما تلاحظون قد تم التعرف عليها بانها من نوع اندكسيون، واعطانا القيمه تاعها
اللي هي 0.4 ميكروانري، وقيمة المقاومة لهذا الاندكسيون هي 0.3 اوم، 0.03. حيد. هنا مثلا عندنا الدوبل ديود اللي هي كما نسميها ايضا ما نوع من الديود السريعة التي تستعمل ايضا في وحدة التغذية في بلوك اليمونطاسيون كما نرى الان. هنا الجهاز قد تعرف عليها واعطانا الديود الاولى والديود الثانية. ويعطينا التيار ايضا 229 ملي فولت وواحدة 233 ملي فولت. هنا ايضا سنجرب فحص نوع ترانزستور، سنرى ماذا سيقول الجهاز. هنا يقول بأن هذا الترانزستور من نوع NPN BGT، BGT يعني ترانزستور جونكسيون. ويعطينا أيضا الـ HFE اللي هو كما نقول لو غان، اللي هو المكسب، مكسب الترانزستور هذا. ويعطينا الـ UBE يعني التيار بين الباز والإيميتر. التيار بين الباز والإيميتر اللي هو 668 ميلي فولت. وللعلم هذا الاشيف هذا اللي هو مكسب الترانزستور ليست قيمة ثابتة. لماذا ليست قيمة ثابتة؟ لأن هذا المكسب يتغير خاصة عند اختبار هذا الترانزستور. يقوم الجهاز بفحصه بتيار كهربائي، ولو نستعمل مثلا جهاز آخر ويقوم بفحصه بتيار آخر ستتغير القيمة حسب التيار المستعمل للفحص. وأيضا وحتى عند المصنع عندما يضع نسبة الـ HFE في الداتا شيب مثلا، نقرأ على هذا الترانزستور نجد HFE مثلا 400. حتى هذه 400 الذي يضعها المصنع ليست نسبة ثابتة. لماذا؟ لهذا هذه النسبة تتغير حسب درجة حرارة الترانزستور وحسب التيار المعمول عليه. ولهذا ممكن الترانزستور يعمل على 40 درجة أو 30 أو 50 من نفس النوع، لن نجد نفس الأشياء لأنه يتغير على حسب الاستعمال. هذه معلومة إضافية. هنا أيضا سنجرب هذا الديود اللي هي ديود كما تسمى بالترافيولي أشعة البنفسجية.
مثل ما تستعمل في المصابيح التي تستعمل لكشف العقارب في الليل أو لكشف النقود المزيفة، سنقوم بفحصها ونرى ماذا سيقول الجهاز. كما ترون قد اشتعلت الديود، ويقول لنا الجهاز بأن الديود تشتغل بفولتاج لا يقل على 3.9 فولت. وين المكتفة تاع هاد الديود؟ هي 34 بيكوفاراد، ولعلم تقريبا كل المكونات عندها قيمة مكتفة، هذا شيء عادي. نعيد تشغيل التست. 3.9، يعني تحت 3.9 لا تشتغل هذا الديود. هنا مثلا عندنا ديود من النوع العادي، سنقوم بفحصها أيضا. سنرى ماذا سيكون الجهاز. كما ترون قد اشتعلت الديود، يقول لنا UF 2.86، يعني هذا الديود تحت أدنى فولتاج لتشغيلها هو 2.86 فولت. جيد. ليست لدي مكونات كثيرة هنا، ولكن هي مجرد تجربة نظرة عامة كما نقول على الجهاز. دون تجربة جميع المكونات، سنقوم بتجربة بعض المكونات فقط. اليوم مش عندنا ديود، اللي هو الوي فولتاج تاعها 498 ملي فولت، الكاباسيتي نتاعها 123 بيكو فاراد. يوجد ميزة أيضا في هذا الجهاز، وهذه الميزة هي ميزة التست أو الكاليبراسيون كاليبريشن كما توري. هنا نجد هذا الأرجل، هذه نجدها مع الجهاز. وبعض الناس يتساءل على استعمالها، هذه نستعملها لعمل تيست أو كاليبريشن، يعني كاليبراسيون نتاع الجهاز هذا. هنا كيف نقوم بوضع شورت للأرجل الثلاثة. كما نعلم التست دائما نستعمل الأرجل 1 2 3، لا نستعمل أرجل من نفس الرقم. دائما إذا استعملنا 3 أرجل مثلا ترانزستور، نستعمل 1 2 3. فمثلا هنا قمنا بوضع شورت على الرجل 1، وعلى الرجل 3، وهنا على الرجل 2. نقوم بغلق الباب، نقوم بإنشاء ستارت. هنا نرى سيلف تيست مود، نقوم لقد بدأ بالتيست. هنا نرى بأن الجهاز يطلب منا إزالة الشورت، بليز إيزوليت بوب، يعني انزع الشورت هذا. نقوم بنزعه، هنا سيكون التست.
التس نوعا ما سريع لبس به، يستغرق وقت طويل جدا. وينصح لعمل هذا التست عدم إمساك الجهاز بالأيدي ووضعه في مكان معزل مثل ما ترون بدون لمسه، ونرى قد أكمل التست. يوجد ثاني ميزة أخرى لم نتكلم عنها، هي الـ ER. هنا هذه الـ ER نقوم بها فحص مكونات الريموت كنترول، تيليكوموند مثل ما نسميها. عندنا الريموت كنترول هنا، نقوم بعكس على زر الريموت كنترول فيعطينا كود الريموت، ونعرف ايضا اذا الزر شغال او لا وفيه مشكل. عندنا ايضا هذه الميزة هنا، هذه الارجل الثلاثة التي فيها هي في الاسفل، نرى هنا مثلا K A A. هذه الأرجل الثلاثة اللي هي لتحت هنا نستعملها للديود زينر. عندما نريد فحص نوع من الديود زينر، ليست عندي هنا ديود زينر، المهم شيء سهل، نضع ديود زينر هنا. هنا نرى الرمز K اللي هو رمز الكاتود، والأ هو رمز الأنود، لأن كل ديود فيها كاتود وأنود. هنا نضع الكاتود وهنا نضع الأنود، ونقوم بفحص الديود زينر. يعني هذا الجهاز أيضا ينصح يفحص الديود زينر، اللي هو حقا جهاز متكامل. وهنا نرى هذا التحذير هذا الذي لم نتكلم عليه. هنا مثلا عندنا من نوع الكاباسيتور، عندنا مثلا هذا الكاباسيتور، مثلا عند نزع هذا الكاباسيتور ممكن الكاباسيتور هذه تكون فيها كهرباء، خاصة إذا كانت كاباسيتور كبيرة وقوية كما نعلم تخزن التيار. دائما قبل عمل تست الكاباسيتور نعمل شورت على الرجلين لتفريغها هكذا، نلمس الرجلين مع بعض ونقوم بتفريغها قبل استعمالها على الجهاز. لأن لو كانت هذا الكاباسيتور مثلا نحيناها من بلوك أليمونتاسيون مثلا ونقوم بوضعها وعمل تست، سنحرق الجهاز. هذه لم أتكلم عليها. وهنا حذاري خاصة المبتدئين الذين ليست لهم خبرة، حذاري من وضع كاباسيتور وهي مملوءة، قد تؤديك إلى الكارثة. بعد هذا، هذه المكونات التي تأتينا مع الجهاز عند شرائه. نجد الديود هذه، هذه الكاباسيتي هذه الصغيرة، وهذا البون هذا، ونجد هذا الفيش هذا، نقدر نستعملها أيضا. مثلا عندنا نوع من هذا الانديكتونس هذه، الرجلين قصيرتين لا نستطيع احكامها في هذا السيبور، نقوم باستعمال هذا الرجلين من الساسيك هذه ونحكمها ونعمل تيست بها، ونقوم بتركيب الرجلين هنا ثلاثة. وهي في بعض الحالات مفيدة جدا، خاصة للقطع الصغيرة.
هذا ما يأتينا مع الجهاز هذا، وأيضا الكابل USB، لأن كما تعلمون الجهاز فيه بطارية داخلية. الجهاز اللي كان عندي أول مقبل قديم اللي هو جهاز من نوع تيكات، كانت فيه بطارية من نوع 9 فولت، يعني هنا البطارية الداخلية التي تشحن بال USB عبر البي سي أو اللابتوب أو كما تحب، أفضل من البطارية التي يعد شراء كل مرة بطارية جديدة. هنا فيه بطارية داخلية وتشحن عادي عندما تفرغ نقوم بشحنها، هذه ميزة جيدة. وهنا يوجد اللاد الانديكاتور، يعني قبل الشحن سنجد هذا اللاد حمراء، وعند يتم الشحن بالكامل سنراها باللون الأخضر. والذي يتساءل على هذا الجهاز من أين اشتريته، حقا أنا اشتريته لأنني في الجزائر، قمت بشرائه، بحثت عليه في جوجل، هيا أعطاني هذا السيت هذا اللي اشتريته منه، لقيت الرابط تاعو في واد كنيس، وفي الرابط هذا لقيت هذا الموقع، هذا الموقع يسمى ب powertech.bz. الحق تعرفت عليه بصدفة بالجوجل، بحثت عليه، هاي كي دخلت لقيت هذا الجهاز هذا عندهم يباع بسعر 6000 دينار جزائري، ولقيت أيضا النسخ القديمة، ولكن عجبتني هذه النسخة الجديدة. والحق عندما بحثت عليها في اليوتيوب لم أجد فيديو عليها، وجدت النسخ القديمة حتى في مواقع الفيديوهات الأوروبية والغربية لم أجد عليه شيء، ولهذا قلت سنعمل عليه فيديو مختصرة، وهكذا لقد أطولت عليكم نوعا ما، وإن شاء الله هذا الفيديو قد أفادكم بمعلومة أو اثنين. وبارك الله فيكم على المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.